يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم في فقرتنا الطبيه طبيبك. وموضوعنا اليوم نتحدث عن الام الصدر. دائما الاغلب منا مجرد ما يشعر بالام بصدره دائما يروح تفكيره بانه هو عنده مشكله بالقلب او اعراض الجلطه، لكن اليوم رح نتحدث عن اسباب اخرى لالام الصدر مع دكتور اللي بيسعدني ارحب فيه الدكتور محمد صغاري، استشاري جراحه امراض او محمود استشاري جراحه امراض القلب. يسعد صباحك يا دكتور واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، يسعد صباحك، يسعد صباح كل المشاهدين. محمد ومحمود واحد، اعذرني. محمد ومحمود واحمد، انا دائما بقول هذول واحد. يعتبر واحد. اهلا وسهلا فيك يا دكتور. الله يسعدك. دكتور، يعني زي ما ذكرت سابقا نتحدث عن الام الصدر. نعم. نعرفها اولا شيء، بعدين نحكي بموضوع الكل بفكر انه اذا بصيبه وجع هو عرض من اعراض الجلطه وطوال بروح على دكتور القلب. فاولا نعرف دكتور ما هي الام الصدر. يعني الام الصدر هي اي شيء اللي هي في المنطقه هاي، فهذا بكون الالام ناتج غالبا اكثر شيء عن يعني بسبب امراض القلب. يعني ايش هي دكتور؟ يعني عاده القلب بتوجع ولا بصير فيه بالعضلات ولا العظم فعليا اللي بيكون ايش لما بنحكي انه سبب الم الصدر؟ حكينا اسباب متعدده اللي هي. نعم. من ضمنها في عندنا مشاكل في القلب. نعم. امراض بنحكي القلب، ايش بيكون؟ ايش بيوجع؟ يعني شوفي في اسباب كثيره بتسبب الم القلب، خلينا نحكي يعني بكون الم صدر جراحه امراض القلب. نعم. عن ألم الصدر. نعم. حكينا بالنسبة حسب المراجعين عندك بالعيادة، في منهم بكون سببه نحكي 30% بكون سببه اللي هي أمراض القلب، والباقي إيش بكون دكتور؟ شو يعني لو أنا لو أي طبيب قلب قاعد في العيادة وأجا مر في القلب، فإحنا يعني لاحظنا حسب الستاتيستكس إنه في 10% بس من اللي بدخلوا هدول عند العيادة عيادة الطبيب بيكون سبب الآلام القلب. 90% ما بيكون له علاقة في القلب، بيكون له أسباب زي أخرى. زي إيش دكتور؟ يعني حابين نطمن يعني المشاهدين، دائما أي حدا فينا بحس بوجع صدره بحكي إنه خلص التهابات المعدة، قرحة المعدة، عسر الهضم، عصب القولون، هاي كلها اسباب عاطفيه. مشاعر نحكي شوي عن الاسباب العاطفيه، دائما نسمع عن القلب المكسور، مش عارف ايش اللي بسبب الام، نحكي وعند مين هو؟ عند الرجال ولا النساء اكثر؟ هلا القلب المكسور هي بسموها متلازمه القلب المكسور، هاي طبعا هي موجوده وللاسف اسباب معينه، مجرد ما زعلتي انت بصير تشنجات في الشرايين، هاي التشنجات بتقلل من مساحه الشريان فبصير واحد يشعر بوجع. لكن بتعرف انه الزعل ما بيستمر طويلا، فالانسان يعني بعد فتره برضى بغير المود تبعه، فبترجع الشريان بتفتح فبرجع كل شيء تمام. لكن اذا بيظل الزعل مستمر هون ممكن تنتهي بذبحات صدريه وممكن تنتهي بازمه. نتحدث عن الام الصدر، ايش اختلافها عن بين النساء والرجال؟ يعني حكيت لانه ممكن نسبه اصابه عند الرجال لهم نصيب اكبر من السيدات بموضوع الام الصدر والذبحات الصدريه وغيرها من امراض القلب. يعني انا من خبرتي بجوز 30% اهتمام. طب ضروري جدا دائما احنا بنربط مثلا الحموضه او الام المعده انه احنا في عندنا حموضه في المعده، لكن السيدات ضروري ينتبهوا يمكن يكون عرض من اعراض ومش بس السيدات والرجال كمان السيدات مثلا في عرض وانا لاحظته. الاعراض كلها بنحس ما لهاش علاقه دكتور. هلا لا هلا احنا طبعا هون بيكون هلا شوفي بحكي لك بس معلومه، هلا تشخيص الم او اي عرض موجود في الصدر انه ناتج عن القلب لازم يكون ضمن استراتيجي بتبعها الطبيب. كيف يعني؟ يعني لازم يكون في اعراض، لازم يكون في عوامل خطر، اوكي، ولازم يكون في فحوصات تثبت ذلك. دكتور حابة نتحدث موضوع مهم، موضوع الأسبرين. أي شخص بدون أي استشارة طبية مجرد مثلا بلوغه العمر 40 أو حتى يعني بنسمع كثير في حالات وفاة بجلطات القلبية، بنروح على الصيدلية بنشتري دواء الأسبرين بنحطه بخزنتنا، مجرد ما نحس إنه في عنا ألم بالصدر بدون ما نعرف إنه إذا كان ممكن، أنت حكيت إنه أسباب مختلفة ممكن ما إلها علاقة بموضوع القلب. صح. نشرب الحبة وننام. نحكي عن هذا الموضوع دكتور. هلا هاي إنه الناس بصير عمره 40 زي ما تفضلت بروح بشتري حبة أسبرين وبصير يشربها هيك، هذا ممنوع. هلا في 2019 في عنا اللي هو بروتوكولز جديد من كلية القلب الأوروبية والأمريكية اللي حددت كيف لازم نشرب الأسبرين. في هناك معايير تعتمد على عوامل الخطر، أوكي. فإنك تشرب الأسبرين منك لحالك هذا ممنوع، لأنه ضرره راح يكون أقل من فائدته، وأضراره كثيرة، منها النزيف، منها اضطرابات في الجهاز الهضمي، ممكن يكون يعمل حساسيه، اوكي، وخصوصا عند مرضى الربو اللي بيشربوا الاسبرين وما بيعرف انهم عندهم حساسيه للاسبرين فبتفاقم مرض الربو عندهم، اوكي، فبدهم يديروا بالهم. ممنوع تشرب اسبرين انت يا المريض من نفسك، يعني بالمعنى ما تاخذش بهالكلمه تفتيش، روح على طبيبك. وانت اصلا ما بتحمي حالك فعليا بهي الحالة. لا يعني احنا لما نعمل دراسه صراحه لكل واحد بيجي وجع في الصدر وشرب اسبرين لحاله وراح على المستشفى او انه راح على المستشفى بدون ما يشرب اسبرين، مش راح نلاقي في فرق.
دكتور محمود صغير استشاري جراحة أمراض القلب، بنشكرك طبعا على كل هاي المعلومات الطبية، وسلامة للجميع. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا، الله يسعدك، شرفتونا. أهلا وسهلا، شكرا. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام فقرتنا الطبية، وكمان مرة بنعيد موضوع الأسبرين المنتشر بين الناس، ممنوع أخذه بدون استشارة طبية لأنه ضرره أكثر من فائدته. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وصلنا لفقرات طبية جديدة، وعودة لكم زملائي، ويسعد صباحكم. أستاذ صباحكم، شكرا دكتور على كل هذه المعلومات. دكتور محمود صغير استشاري جراحة أمراض القلب، بنشكرك طبعا على كل هاي المعلومات الطبية، وسلامة للجميع. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا، الله يسعدك، شرفتونا. أهلا وسهلا، شكرا. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام فقرتنا الطبية، وكمان مرة بنعيد موضوع الأسبرين المنتشر بين الناس، ممنوع أخذه بدون استشارة طبية لأنه ضرره أكثر من فائدته. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وصلنا لفقرات طبية جديدة، وعودة لكم زملائي، ويسعد صباحكم. صباحكم، شكرا دكتور على كل هذه المعلومات.